دي مراية عادية خالص اهي، اهي مراية عادية موجودة اهي، مراية هنعمل عملية صنفرة ليها، شريحة مراية خالص اهي، هنحطها في نفس المحلول، مش هنحطها، احنا ممكن نغمرها، هنبلها بس، احنا بكده ممكن نبلها بس لا اكتر، اهي اهي وخلاص، اهي نفس المشكلة، نفس القصة. دي الصنفرة هتراهم من ثلاثة لخمس دقايق. انا ببلها واسيبها اهي، ادي الجزء المصنفر والجزء اللي مش ده اهو. هنكمل بقى نغسله، نغسل شريحة المراية اهي في المية برضو وننشفها. انا بعد ما اتغسلت هننشفها، ننشفها ننشفها كويس. يلا اهي، ادي الجزء اللي الصنفر اهو، وادي الجزء اللي مش مصنفر اهو، اهي مراية اهي، اهي جزء مصنفر وجزء مش مصنفر اهو، ما بتطلعش تطلعش اطلاقا خلاص، الازاز الصنفر مبقاش شفاف. طيب يبقى بقى عندنا هنا دلوقتي عينتين، عينة على المراية اهي، وعينة على ازاز شفاف اهي، هنا على ازاز شفاف اهي، عينتين مصنفرين اهو، ازاز عادي وازاز شفاف اهي، ده محلول صنفرة، ده الازاز شفاف اهو، اهو ازاز شفاف، ده المفروض ان احنا هنصنفره في محلول الصنفرة اهوت، المحلول نحطه محلول اهو، هنحطه فيه، هي المفروض من 3 لـ5 دقايق. لو عدينا من ثلاثة احسب 3 دقايق، من 3 لـ5 دقايق. انت بقول لي اشيل امتى؟ ماشي، سيب عندك في السبوتشات. انت ممكن نشيلها كده، احنا عملنا غمر اهي، اثناء الغمر ممكن غمر بس، يعني ايه نبلها بس، مش شرط غمر، لا نبلها ونطلعها بس. حلول اهو، انا اهو بنسيبها حوالي من 3 لـ5 او لعشر دقايق.
دي احنا بقالنا دلوقتي دقيقة أو دقيقتين. محلول ما بيطلعش دخان، ما بيصدرش عنه أي روايح ضارة. ده شكل المحلول على الازاز اهو، الجزء الشفاف والجزء الايه اللي عليه المحلول اهو. خلاص كده لسه شويه وريت. ممكن اشتغل غمر او اشتغل رش. نغسل بقى في ميه، ده ميه عاديه اهي، نغسلها 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 وننشفها. ننشف ليه؟ الشكل ده كويس اهي، شكلها هو لسه طالع اهي، في فرق بين المصنفر ومش المصنفر اهو، هيبان اهو، هيبان ان شاء الله بعد ايه ما تنشف اهي. جزء مصنفر اهو مش واضح، وادي الجزء اللي مصنفر واضح اهو. هتنشفها، ننشفها بقى كده، نشف ورا وقدام كده، نشف الناحية التانية. شكل ال شكلها هي الصنفرة، جزء المصنفر اهو، جزء المصنفر اهو، وادي الجزء اللي مش مصنفر اهو، واضح اهو. اهي جزء المصنفر اهو، واضح اهو. نشف اكتر اهو، ما بيطلعش بال ما بيطلعش بالكحت. نشف الناحية التانية، ما بيطلعش بأي حاجة اهو اهو اهو. ده معتم خالص، وادي الجزء الايه مش معتم، ده معتم وده ايه مش معتم. ده على ازاز عادي، ده على ازاز عادي اهو، ازاز شفاف من ناحيتين، ازاز شفاف من ناحيتين اهو، شفاف من ناحيتين اهو، تمام. بعد جزء الصنفر ما خدناش حوالي 3 دقايق او دقيقتين، ولو عايزين صنفر اكتر بنسيبها 10 دقايق. ما عندي هنا كده اهو، ادي الجزء شفاف اهو، ادي ازاز عادي اهو اهو اهو، وادي الصنفره ما بتطلعش ولا اي حاجه، خلاص ازاز الصنفر كده اهو. نعمل بقى صنفره المرايات، المرايه دي مرايه عاديه خالص اهي، اهي مرايه عاديه موجوده اهي، مرايه. هنعمل عمليه صنفره ليها، شريحة مراية خالص اهي، هنحطها في نفس المحلول، مش هنحطها، احنا ممكن نغمرها، هنبلها بس، احنا بكده ممكن نبلها بس لا اكتر، اهي اهي وخلاص اهي. نفس المشكلة، نفس القصة، دي الصنفر على طول اهو، من ثلاثة لخمس دقايق. انا ببلها واسيبها اهي، ادي الجزء
مصنفر والجزء اللي مش مصنفر. ده اهو هنكمل بقى نغسله، نغسل شريحة المراية اهي في المية برضو وننشفها. انا بعد ما اتغسلت هننشفها، نشفها نشفها كويس. يلا اهي ادي الجزء اللي الصنفر اهو، وادي الجزء اللي مش مصنفر اهو. مراية اهي اهي، جزء مصنفر وجزء مش مصنفر اهو. ما بتطلعش تطلعش اطلاقا خلاص، الازاز صنفر ما بقاش شفاف. طيب يبقى بقى عندنا هنا دلوقتي عينتين، عينة على مراية اهي، وعينة على ازاز شفاف اهي، هنا على ازاز شفاف اهي، عينتين مصنفرين اهو، ازاز عادي وازاز شفاف.